معلومة طقسية. طقس صلوات اليوم سنوي. صلوات الأجبية بالقداس حتى الساعة التاسعة. الصوم يجوز فيه الصوم الانقطاعي ويؤكل فيه سمك. الألحان جي اف ميفي وتيشوري، ويقال لأنك أتيت وخلصتنا، بالإضافة إلى ألحان صوم الآباء الرسل. القراءات تقرأ فصول اليوم. الأوشية الموسمية الأهوية والثمار. القسمة تقال قسمة صوم الآباء الرسل. التوزيع المزمور الماء والخمسون بالطريقة السنوي، والمدائح بطريقة صوم الآباء الرسل. ختام الصلوات اسمه إني أير انتدفي بارك أهوية السماء. باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. اليوم الحادي عشر من شهر باؤون المبارك، أحسن الرب استقباله وأعاده علينا وعليكم، ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب يا آبائي وإخوتي، آمين. في مثل هذا اليوم من سنة 20 للشهداء 304 ميلادية، استشهد القديس العظيم صورة الملائكة الشجاع الغالب في الحروب إقلاديوس. عندما كبر التحق بالجندية وصار قائدا كبيرا، لأنه ابن أخي الملك وكان محبوبا من جميع أهل أنطاكيا بسبب وداعته وشجاعته. ولما كفر دقلديانوس ونادى بعبادة الأوثان، اتفق هذا القديس مع القديس بقطر ابن رومانوس على الاستشهاد من أجل اسم المسيح. استدعى الملك القديس إقلاديوس وعرض عليه عبادة الأوثان، ولما رفض بشدة أرسله إلى أريانوس والي أنصنة. وعندما وصلوا إلى أسيوط قرأ أريانوس خطاب الملك الخاص بتعذيب إقلاديوس، فعذبه عذابات شديدة وأسلم روحه الطاهرة بيد الرب الذي أحبه، ونال إكليل الشهادة. بركة صلواته فلتكن معنا، أمين. وفيه أيضا تعيد الكنيسة بتذكار تكريس هيكل الأربعين شهيدا بكنيسة إبسوتير المخلص بالإسكندرية. بركة صلواتهم فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا، أمين. من مزامير أبينا داود النبي بركاته على جميعنا. عجيب هو الله في قدسي إلى إسرائيل، هو يعطي قوة وعزاء لشعبي. الصديقون يفرحون ويتهللون أمام الله ويتنعمون بالسرور. هللويا. الإنجيل المقدس فصل من إنجيل معلمنا ماري لوقا البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا. ولكن أقول لكم يا أحبائي، لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد وبعد ذلك ليس لهم ما يفعلون أكثر، بل أريكم ممن تخافون. خافوا من الذي بعدما يقتل
له سلطان أن يلقي في جهنم. نعم أقول لكم من هذا أليست خمسة عصافير تباع بفلسين، وواحد منها ليس منسيا أمام الله، بل شعور رؤوسكم أيضا جميعها محصى، فلا تخافوا أنتم أفضل من عصافير كثيرة. وأقول لكم كل من اعترف بي قدام الناس يعترف به ابن الإنسان قدام ملائكة الله، ومن أنكرني قدام الناس ينكر قدام ملائكة الله، وكل من قال كلمة على ابن الإنسان يغفر له، وأما من جد فعلى الروح القدس فلا يغفر له. ومتى قدموكم إلى المجامع والرؤساء والسلاطين فلا تتموا كيفا أو بما تحتجون أو بما تقولون، لأن الروح القدس يعلمكم في تلك الساعة ما يجب أن تقولوه. والمجد لله دائما. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ما زالت كنيستنا الأرثوذكسية بنعيش قدسية صيام الرسل، والكنيسة باستمرار بتعلمنا أن صوم الرسل ده له مكانته في الكنيسة، لأن أول صوم فرضته الكنيسة على أولادها، وإحنا ما ينفعش نكون الكنيسة صايمة وإحنا مش صايمين. يا ريت احنا نركز مع اولادنا، نركز مع قدامنا ان الصوم ده ما ينفعش محدش يصومه، لان ما دام الكنيسه قالت لنا في صيام نخش في الليتورجيه واحده كلنا عشان نتمتع بالخدمه زي ما ابائنا الرسل كانوا بيخدموا بكل جديه. احنا عايزين نتعلم الجديه دي في صيام الرسل. كنيستنا حاطه لنا منهج حلو قوي. احنا في صيام يونان بنتعلم ازاي نتوب، نكمل التوبه دي بعدها ب 15 يوم في الصوم الكبير، نتنقل من اسبوع لاسبوع لغايه بعد كده ما نخش على عيد القيامه. عيد القيامه بنفرح جدا بقيامه رب المجد يسوع المسيح بعد اسبوع الالام، نتالم مع المسيح، نشيل الصليب معاه، نفرح بقيامه المسيح زي ما قال كده حد من الاباء الكهنه المتوحدين في روسيا، كاهن روسي جميل جدا يقول عنه الأباء كده، اسمه سرافيم سانوفسكي، يقول يا فرحي بالمسيح القائم من بين الأموات. عشان كده احنا في فترة الخمسين فرحانين، كل كلامنا مع بعض نقول خريستوس أنستي أليسوس أنستي، وبعد كده بعد الخمسين نخش على الصعود ونصعد وعندنا نظرنا للسماء باستمرار. بس الكتاب يجي يقول لك بقى خلي بالك مش هتروح السماء، مش تفرح بقيامة المسيح إلا لو ابتديت تخدم. اخدم امتى بقى؟ بخدم في بداية صيام الرسل بقى. واحنا نشكر ربنا ان الصوم السنة دي تقريبا شهر ونص 45 يوم، هيجي يقول لك خدمت جبت كم واحد للمسيح، بعدت كم واحد على المسيح. واحنا بنشوف قد ايه القديس بطرس جاب وعظة واحدة بس 3000 نفس،
3000 نفس ده خلوا بالكم ده راجل غير الستات وغير العيال، يعني خش لهم في 12000. فاحنا دعوه للخدمه في صيام الرسل. ايضا السنكسار بيحكي لنا قصه جميله جدا عن استشهاد القديس كلاوديوس، كان محبوب جدا من اهل انطاكيا لغايه ان هم عملوا له صوره كبيره جدا وعلقها له قدام المدينه. كان الشيطان بيحاربه من حين لاخر، يقول له يا عم ما تبخر للاوثان عشان ما يموتكش. كان رده جميل جدا، ازاي ابخر للاوثان وانا انسان المسيح عايش جوايا؟ زي ما قال كده القديس بوليكاربوس، قال 86 سنه عايش مع المسيح، ازاي انكره في اخر ايامي؟ فكان كل مره ينتهر الشيطان وكان عشان يبتدي يخش في عمق مع المسيح. ايضا سنكسار يقول لنا تذكار تشييد هيكل 40 شهيد في كنيسه المخلص باسكندريه. نخش على قرايات يوم 11 بقونا، المزمور جميل قوي. مزمور بيقول لنا ايه بقى؟ قد ارتسم علينا نور وجهك يا رب، اعطيت سرورا لقلبي لانك انت وحدك يا رب اسكنتني على رجاء القيامه. ومره تانية يقول يا رب انت اديتني سلام اكثر من الذين كسرت حنطتهم وخمرهم وزيتهم، بالسلام اضجع ونام. بصوا قد ايه الجمال، الانسان اللي عايش في عشره جميله جدا مع ربنا، عايش في سلام، عايش في فرح، عايش عنده رجاء باستمرار. وينقلنا انجيل معلمنا متى 16، يقول كده سيد المسيح له المجد، يقول له كده: حينئذ قال يسوع لتلاميذه: من أراد أن يتبعني، تبعية بقى لها شروط، فلينكر نفسه. خليك تملي إنسان ناكر نفسك باستمرار، تحمل الصليب وتتبعني. يا ريت تحمل الصليب وتحمل الصليب مع أي حد محتاج تشيل مع الصليب، زي ما كان بيقول سيدنا البابا شنودة الله ينيح نفسه، يقول خليك إنسانا قيرونيا، يعني إنسان سمعان القيرواني هو اللي شال الصليب مع المسيح. فيا بختك لما تشيل الصليب وتشيل وتساعد حد محتاج أي مساعدة منك، لأن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها. اوعى تكون بتخاف على جسمك، بتخاف على جسدك، عمال تطبطب عليه، بالعكس ده أنا أبذل كسارى جهدي وأنا صحتي كويسة عشان أزود وزناتي اللي موجودة في السماء. والآخر يقول كده أن ربنا يجازي كل واحد حسب أعماله، هيقول لك أنت عملت إيه فترة وجودك على الأرض. لو انت عملت عمل كويس جدا يقول لك ادخل الى فرح سيدك، لانك انت انسان استثمرت وزناتك كويس جدا. باكر يعلمنا كده في مزمور باكر: يفتخر بك كل الذين يحبون اسمك. اسم المسيح قوي قوي، يا ريت برضه نتدرب ان احنا باستمرار لا يفارق افواهنا اسم المسيح. في ناس كتير جدا وهي ماشيه وهي بتسوق عربياتها وهي طالعه السلم وهي في اي وقت فراغ يقول له يا رب يسوع المسيح ارحمني، يا رب يسوع المسيح نقيني، لا يفارق اسم المسيح على فمك باستمرار، تلاقي نفسك فرحان باستمرار قوي. وفي الاخر خالص يقول لك: لانك يا رب انت باركت صديق مثل سلاح المسره كللتني. احنا باستمرار بنخلي اسم المسيح قدامنا باستمرار. انجيل باكر يعلمنا: لا تظنوا متى 10 اني جئت لألق سلاما على الارض. في بعض الناس يمسكوا الآية دي يقول لك: بص المسيحيين بيقولوا إيه؟ أنا المسيح بيقول لا تظنوا إني جئت لألقي سلاما على الأرض، ما جئت لألقي سلاما بل سيفا، فإني أتيت لأفرق الإنسان ضد أبيه والابنة ضد أمها والعروس ضد حماتها وأعداء الإنسان أهل بيت. الآية دي اتقالت في ظروف معينة، واتحط قدام عينينا قد إيه القديسة دميانة وقفت قدام أبوها مرقس والي البرولوس وقالت له كده: أنا كنت أتمنى أسمع خبر موتك وما تبخرش الأوثان. يا جمالي كديميانة وقفت بنت تقول لأبوها تنصحه، تقول له: إزاي أنت بتبخر الأوثان؟ فممكن الإنسان اللي هو بيعتنق الديانة المسيحية في وقت ذاك ممكن ده يفصل الواحد عن بيته وعن أهله، لكن المسيح يقول لك بقى: أنا بحب ربنا أكتر من أي شيء، مستعد أضحي بكياني وكل حاجة أكتر، ينبغي زي ما قال معلمنا بطرس الرسول: ينبغي أن يطاع الله أكتر من الناس. إحنا مطالبين بطاعة الوالدين أي نعم، ولكن قدام عينينا أطيع ربنا عشان أوصل للآخر الأبدية. من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا استحقني، من أحب ابن أو ابن أكثر مني فلا استحقني، من لا يحمل صليب ويتبعني. خلوا بالكم بيركز جدا على حمل الصليب، شيل الصليب بفخر، شيل الصليب باحتمال، سيب الصليب بفرح. كان أبونا بشوي كامل الله ينيح نفسه يقول لمريم المجدلية كده، لأنها سورة المجدلية تملت تبقى تحت الصليب: يا بختك يا مريم، اخترتي أحسن مكان في العالم كله تقعدي تحت رجلين المسيح. وفي الآخر خالص آخر الإنجيل يقول إيه؟ إن كاس ماء بارد باسم تلميذ فالحق أقول لكم لا يضيع أجره. يعني أنت حتى لو عملت حاجة بسيطة جدا ربنا مش بينساه، ربنا مش بينساه الحاجة البسيطة جدا. يعني في السي الأرملة البنت المزبية اللي كانت في بيت نعمان السورياني اللي هي أرشدت نعمان السورياني روح عند إليشع، اوعى تستهتر بحد، اوعى ده خمس حجرات او خمس حجارة ملساء
في ايد داود باسم ربنا موته جلياط العملاق قوي ده. فاذا ربنا مش بينسى عمل المحبه حتى لو كان قليل. البولس يدينا رساله حلوه لاهل روميا، يقول ايه؟ لاني اظن ان الام هذا الزمن الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد ان يستعلن فينا. اوعى تكون الام الزمن تبعدك عن حضن المسيح. ومره تانية يقول خفه ضيقتنا الوقتيه تنشئ لنا اكثر فاكثر ثقه المجد مجد ابدي. على قد ما تتألم هنا في الأرض على قد ما يكون لك نصيب في السماء. يعني انتوا عارفين ان السماء فيها أماكن كتير قوي، كل واحد بياخد أجره حسب تعبه. فأنا أقول له يا رب نفسي تقبل التعب المحبة ده. تاريخ الكنيسة يذكر ان المسيح له المجد، ظهر للأنبا بولا الطموهي وقال له كده: كفاك تعبا يا حبيبي بولا. معقول يا رب أنا بتعب عشانك؟ ده انا اروح فين تعبي في تعبك وشيل الصليب والجراحات وده كله؟ فهنا المعلمنا بولس الرسول يقول لنا كده: خلوا بالكم ان الام هذا الزمن الحاضر مهما تكون لا تقاس بالمجد المنتظرك في السماء وجمال السماء. والاخر يدينا حته حلوه، يقول: كذلك الروح ايضا يعضد ضعفاتنا. اطلب تعضيدات الروح القدس في حياتك. كان الاباء يقولوا كده: مين فينا بيطلب معونه الروح القدس؟ احنا بنذكر الروح القدس باستمرار في وقت الساعه الثالثه، نقول له: فيد علينا يا رب بروحك القدوس كما أفضت على تلاميذك القديسين ورسلك الأطهار بزيادة. أنا نفسي الروح القدس يشتغل جوايا يا رب، لأنه لسنا نعلم ما نصلي لأجله. أنت مش عارف بتصلي إزاي، مش عارف تطلب إيه من ربنا، ولكن الروح نفسه يشفع فينا بتنهدات لا يذكر لا ينطق بها. والآخر خالص يقول: كل الأشياء تعمل معا للخير الذين يحبون الله. البولس بيدينا كذا نصيحة نحتمل الآلام بشكر عشان في الآخر نوصل على أمجاد السماء. كاس الكون بيكلمنا على كذا نصيحة. أول حاجة النهاية: كونوا جميعا برأي واحد مشتركين في الآلام، محبين رحومين متواضعين. بيدينا كذا حتة مهمة أوي. والآخر خالص بينزل يقول: أما خوفهم فلا تخافوا. عايز الآية دي مبروزه قدامنا كده: خوف أهل العالم إحنا مش بنخاف منه، زي ما قال كده قديس أغسطينوس: جلست على قمة هذا العالم عندما كنت لا أشتهي شيئا ولا أخاف شيئا. والبراكسيس بينقلنا بقى أن بولس الرسول هذا القديس الشجاع قد كده كانوا بيهنوه وقالوا له: أنت دخلت أفسس والآلهة بتاعتنا حطمتها، لكن وقف بولس الرسول زي الأسد وقعد يدافع عن الديانة المسيحية في ذلك الوقت. إنجيل القداس بيكلمنا عن لوقا 12، الأول مزمور يقول: عجيب هو الله في قدسيه، إله إسرائيل هو يعطي قوة وعزاء. وإنجيل لوقا 12 ده بيدينا كذا وصية. يقول إيه بقى المسيح؟ أقول لكم يا أصدقائي يا أحبائي، نصيحة حلوة من ربنا يسوع المسيح: لا تخافوا. نحطها قدام عينينا، الأباء بيقولوا كلمة لا تخافوا دي كررت أكتر من 365 مرة. ما تخافش ما تخافش، خليك ماسك في ربنا. من الذين يقتلون جسدكم، إيه يعني بعد ما يقتل الجسد؟ لكن بقى أقول لكم خافوا من إيه؟ خافوا من الذي بعد ما يقتل له سلطان أن يلقي في جهنم. إيه ما بعد ما يقتل ده؟ يعني حتى لو ربنا سمح بقتل لينا، ربنا عارف هيوديك فين. كل حاجة بتتم برضا ربنا، زي ما الشيطان كان بيحارب أيوب، كل حاجة بتتم لنا. خلي بالك أنت هتوصل على أعتاب السماء. أنتم أفضل من عصافير كثيرة وشعور رؤوسكم محصاة. قد إيه يا رب أنت حنين علينا قوي، قد إيه أنت صانع الخيرات. يعني الشعر ده كل شعراية لها رقم، زي ما كان أبونا بشوي كامل بيقول لتاسوني أنجير كده لما كان بيعمل علاج كيماوي، قال لها: ما فيش شعراية بتقع إلا بإذن ربنا. من ذا الذي يقدر ان يأذيك والرب لم يأمر؟ الحاجات دي بتدينا رجاء حلو جدا في حياتنا. خلينا باستمرار واقفين قدام ربنا نقول له: يا رب احنا اولادك، ابدا مش هتسيبنا نضيع من ايدك ابدا. فانتوا افضل من عصافير كثيره، الست خمسة عصافير تباع بفرسين؟ الروح القدس يعلمكم في تلك الساعه ما يجب ان تقولوه. واحنا في صيام الرسل الاباء كده يقولوا على القديس بطرس والقديس يوحنا، يقولوا: كانوا بقوه عظيمه كان الرسل يؤيدون الشهاده بقيامه رب المجد يسوع المسيح. مره مسكوهم وايدوهم وحبسوهم، قال لهم: ما تتكلموش، ما تجيبوش سيره الراجل ده تاني. في المجمع بتاع السنهدريم قالوا له: نحن لا يمكننا ان نتكلم بما راينا وسمعنا. ويقول كده بعد ما حبسوهم وجلدوهم: ذهبوا فرحين من امام المجمع لانهم حسبوا اهلا ان يهانوا من اجل اسمه.
حتة لينا حلوة جميلة قدام عينينا باستمرار، نقول يا رب علمنا حياة الاستعداد، علمنا حياة السهر، احنا غاليين في عينك قوي يا رب. كان مرة قال كده: من يمسكم يمس حدقة عينه. ساعات الناس يقول يمس حدقة عينه هو، لكن اللي قرب منك أنا مش هسيبه. زي ما قال شاول الطرسوسي كده: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ هو اضطهدتك أنت، أنا بضطهد المسيحيين وكنت بجرهم وكنت بعملهم عذاب، لكن اللي بيضطهد المسيحيين أكنه بيضطهد رب المجد يسوع المسيح. ربنا يدينا حياة الاستعداد، يدينا السهر الدائم، يدينا نحط قدام ربنا قدامنا باستمرار، عشان زي ما قالوا الآباء كده: لو أنت شكرت على كل عطية وبعدت عن الخطية لابد في الآخر خالص توصل على أعتاب السماء والأبدية تتمتع مع رب المجد يسوع المسيح. كل سنة وحضراتكم طيبين، ولإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.